كيف يخون الإنسان ربه ويخون رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ربي عز وجل أعطاني أمانات في حياتي، كل ما وهبني على سبيل المثال هو من قبيل الأمانات. عمري أمانة، نفسي أمانة، جوارحي أمانة، سمعي، بصري، عقلي، فكري، هذا القرآن العظيم أمانة. إذن الخيانة كيف تأتي؟ من ذلك التقصير في أوامر الله عز وجل. ربي يشرع شيئا ويأمرني بأن أقوم به على الوجه الذي وصف، وأنا لا أقوم به على ذلك الوجه.